ولد الممثل والمدبلج اللبناني ميشيل ثابت في 12 أبريل عام 1928 في صيدا بلبنان. لعب أدوارا هامة ورئيسية في السينما والتلفزيون والمسرح، وشارك أيضا في تقديم برامج منوعات. كان له دور متميز وهام في النقابة الفنية، فقد كان رئيس نقابة ممثلي السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة بلبنان لمدة كبيرة. ترك النقابة منذ عام 2000، وكانت آخر أعماله التلفزيونية في عام 2007. بدأ الفنان اللبناني الكبير ميشيل ثابت مشواره الفني في سن صغير، فقد درس التمثيل في مدرسة مار موهرة ولم يستمر في تعليمه، وبدأ حياته الفنية في عام 1943، ثم التحق بفرقة فنية تسمى النهضة، وبعدها انضم إلى معهد الفنون المسرحية. ثم في عام 1966 قام بإنشاء فرقة الأرز الفنية، وذلك بمشاركة أصدقائه جورج قاعي وميشيل تامر. قدمت الفرقة عدد من العروض المسرحية، وكان أولها عرض مسرحي بعنوان العاشق الشارد. ثم غيرت الفرقة نشاطها وأصبحت تهتم بالسينما، فقد قدمت فيلم عذاب الضمير في عام 1975، وأفلام أخرى كثيرة قد شارك فيها ميشيل ثابت. ثم بعدها انفصل عن الفرقة ثم ليعمل في مهنة الحلاقة التي يحبها، وأيضا عمل كماكير في بعض الأفلام. على الرغم من عمله في هذه الوظائف، إلا أنها لم تؤثر على عمله كممثل صاعد لديه موهبة تمثيلية متميزة، وأثبت مكانته في السينما والمسرح، وشارك أيضا في أول أعماله التلفزيونية في عام 1978، وكان بعنوان المدير الفني من إخراج إلياس متى. يشمل مشواره الفني ما يقرب من 2600 حلقة تلفزيونية وحوالي 40 فيلم سينمائي، وعمل أيضا في مجال الدوبلاج في ما يقرب من 2000 حلقة وعدد كبير من الأعمال المسرحية. وعن بعض الكلام حول تكوين نقابة الفنانين المحترفين، وضح أن نقابة الممثلين هي النقابة الأصلية وما غير ذلك كلام على الفاضي، ولا يحق لأي شخص أن يعطي ترخيص لإنشاء أي نقابات تنتمي لتيارات غير لبنانية. كما وضح أنه كان يشغل منصب نقيب الممثلين لمدة 25 عاما، وكان يرأس اتحاد النقابات الفنية على مدار 3 سنوات. وصف ميشيل نقابة الفنانين بأنها نقابة 7 نكهات، لأنها تشتمل على الموسيقيين والمخرجين والمنتجين وغيرهم، والمغنين ينتمون في الحقيقة لنقابة الممثلين لكون المغني ممثل. ويرى ميشيل ثابت أن نهوض نقابة الممثلين في الوقت الحالي يعتبر أمر صعب، فالموضوع شبه مستحيل لأن أغلب أعضاء النقابة لا يهتمون ولا يدفعون شيء. قال الفنان ميشيل ثابت عن حياته الفنية أنه لم يندم يوما على أي دور قدمه، وأن الأدوار التي لم يقتنع بها رفض تقديمها، وأن جميع الأدوار التي قدمها حققت نجاحا كبيرا. كما صرح أنه لم يقتصر على المشاركة في أعمال لبنانية فقط، بل شارك في عام 1973 في أفلام مغربية وليبية، وأشار إلى عدم وجود دراما لبنانية قوية كالتي توجد في مصر، وأشار إلى كون الفن شيء راقي وليس مجرد وظيفة تجلب مال للإنسان، لأن كل فنان يختار دخوله مجال الفن المليء بالصعوبات والمشاكل، ولا أحد يجبره أن يصبح فنان، فيجب على أي شخص ينتمي للوسط أن يكون شخص منظم وذو خلق. وتابع أنه في البداية هو وأصحابه قاموا بتمويل أعمالهم المسرحية، وأنهم عملوا في السينما من غير أجر مادي، ولكن الممثلين الذين يتخرجون من معهد التمثيل أغلبهم لا يمتلك أخلاق، ويرى أن الممثل الذكي هو الذي يظل محافظ على شهرته ومكانته الفنية دون أن يسقط. من أشهر مسلسلات ميشيل ثابت مسلسل فارس بني عياد عام 1968 بدور الضرغام، مسلسل المنتقم عام 1969، مسلسل غروب عام 1973 وجسد فيه شخصية راجح، مسلسل ليلى والبراق عام 1974، مسلسل السراب عام 1975، مسلسل البطل الخماسي عام 1976، مسلسل سمراء عام 1977، مسلسل الأسيرة عام 1979، مسلسل امرؤ القيس عام 1982، مسلسل فلتسقط الدموع عام 1985،
مسلسل مع الأطباء العرب في عام 1988، مسلسل الشناكل عام 1988، مسلسل دوار يا زمن عام 1997، مسلسل للحب وجه آخر عام 2007، مسلسل الطاغية عام 2007. من أشهر أعماله في الدوبلاج الكرتوني مسلسل بيل وسبستيان، مسلسل ساندي بيل، مسلسل جزيرة الكنز بدور تريليوني، مسلسل سانشيرو، مسلسل نينجا كابامارو، مسلسل الشناكل، مسلسل البطل الخماسي. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.